قعدت فتره كبيره نعمل حاجه اسمها الاسئله العامه، نسال الناس اسئله عامه والناس يردوا عليها وهكذا، واللي كانت بتعكس ثقافه المجتمع فعلا، يعني المجتمع فعلا عنده جهل كبير، والناس اللي انا بسالهم انا مش احسن، يعني هم مش احسن، يعني انا مش احسن منهم في حاجه، بالعكس انا بعتبر نفسي جزء من نفس المنظومه اللي هم عايشين فيها، يعني كلنا نفس المجتمع الجاهل الا انتوا طبعا عشان شكلكم ناس نظيفه. تمام بالظبط كده. فراح نوعي فرق ايه، انا طبعا انا بعمل الشغل بتاعي انا ماليش دعوه باي حاجه، يعني في ناس كتيره جدا بتضيف لي انتماءات لمجرد ان انا بس بعمل حاجه من دي. فطبعا بعد كنت عامل فيديو، تمام، قبل بتاع فيديو انا مباحث كنت عامله بيها يوم، بسال الناس انت بتعمل ايه في ثوره يناير؟ فكان بيقول انا في الحمام، بيقول لي ما كنتش داخل في البلد، انا اصلا هربت، انا اصلا ما كنتش موجوده، كنت نايم، انا والله صحيت لقيت ناس بيجروا في الشارع جيت معاهم حاجه كده. فالفيديو كان جميل وتمام وزي الفل. نزلت تاني يوم رحت عملت الفيديو اللي هو بتاع المباحث ده، وبقول بقى الناس اللي هم المؤيده او ضد ان في حاجه اسمها ثوره يناير، نزلت اعمل معاهم حاجه، فلقيت طلعوا امبارح، يعني اللي كانوا معاهم امبارح وموافقين على الفيديو ده بيقولوا ايه ده، الواد ده جميل جدا، ده باين الناس خايفه. وتاني يوم قالوا ايه ده، الواد ده بيستعبط وعامل حاجات ضدنا ليه، والعكس بقى. تمام، فدول يعني انا بعتبرهم ان هم الجهل مش الناس اللي في الشارع خالص، انتوا فعلا الجهل عشان بتحاولوا تطفوا اي اطفاء سياسي لاي حاجه بتحصل، بالعكس خالص. انا اقصى رساله، نعم انا سجن ما تقلقش انا ما بحس.